السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير وصباح الفل على الناس الحلوة. أنا حبيت أعمل الفيديو ده من شغل من المدرسة اللي احنا فيها. حبيت أسأل كذا سؤال كده، ايه بينا وبين الناس اللي حوالينا؟ احنا كنا سمعنا ان كورونا نزلت وكورونا بتاع ورجعوا تاني، بقالي فترة هذي كذا يوم كده بسمع ان كورونا رجعت بطريقه فظيعه وطلع. طب طلعوا بتوعنا قدامهم لسه شهر ونص على ما يجوا زياده، يعني ان شاء الله بس هيجوا، هيخشوا الفصول بالزحمه اللي كانوا فيها، هيجوا بالكمامات والامن والامان، وهيحترزوها ازاي، او هيقسموا الطلبه فترات ناس معينة تيجي في أيام معينة وناس. أصلا سمعنا برضو قويل لسه مفيش رسميات جت إن هيبقى عدد طلب أيام معينة فيها شغل وأيام طب لكل الطلبة كلهم هيجوا مع بعض ولا إيه؟ وهل الطالب هيقعد جنب زميله بالكمامة؟ وهل هيجيب بقى كمامة قماش ولا كمامة إيه؟ مش عارفين. والكمامة حط الكمامة القماش هي بتحمي؟ احنا المستشفيات قالوا ما بتحميش وقالوا بتاع، حتى الطبيه. طب هو الطالب هيجيب كل يوم واحده طبيه ولا ايه بالظبط؟ طب الاطفال الصغيره بتوع الابتدائي ولو تانيه وتالته ورابعه وخامسه دول هيتعاملوا ازاي؟ هنتعامل معاهم ازاي؟ انا حبيت اشوف ايه الاخبار وايه النظام وايه الظروف، ظروفنا في البلد ده هيبقى ماشيه ازاي؟ احنا هنمشي ازاي؟ احنا هنخش على الناس ازاي؟ بالكمامة ولا ايه بالظبط؟ وحبيت افكركم، قلت اما اتشاور معاكم اصب عليكم وانا ايه في الشغل الصبح كده. ادي ايه الحوش بتاع المدرسة من ورايا، وادي العلم بتاع مصر. والله ما عارف الوزير وزير التربية والتعليم هيعمل ايه في الزمن ده، هيمشي الدنيا ازاي؟ والله يعني انا في الحتة دي مش عارف، يعني مع مش عارف هيمشيها ازاي، صعبة عليه شوية، صعبة على أي بني آدم هيقدر يمشي. هو بيعمل احترازاته كتيرة وبيعمل حاجات كتير وقرارات بتطلع مش عارفين هي صح ولا غلط، احنا هنمشي بيها صح ولا غلط، احنا هننفذها صح ولا غلط. ما احنا برضو اللي بننفذ، يعني هو بيقول قراراته وقاعد في مكتبه، طب احنا هننفذها صح ولا غلط؟ هنمشي بقى ازاي؟ حبيت ايه اصب عليكم واقول لكم رايي في القرارات دي، ونشوف الدنيا ماشيه ايه في يوم في الدراسه، قعدت مع نفسي كده اشوف الدنيا فيها ايه، المدرسه دي هتمشي ازاي في زمن الكورونا اللي ما بتروحش، مش عارفين انها هتروح انت. كل يوم نسمع فيه علاج ومفيش علاج، علاج جه ده احنا بنعمل اختبارات، ده في المرحلة الثالثة، المرحلة الأولى، المرحلة الثانية. يا جماعة كل ده قوي، ده خلاص بيصنعوه، لا ده لسه ده منفعش. هو احنا في زمن ايه بالظبط؟ هو المرض بصراحة هو سهل وصعب، سهل لأنه هو يعتبر فيه ايه حاجات خفيفة بتاع، بس اللي هو صعب فيه ان هو بيعمل جلطات في الدم وبيعمل جلطات ويبقى خلاص عليه العوض، الناس مش كانتش واخدة بالها. انا شفته بعيني، شفته قدامي، شفت مناظر كتير اللي بيحصل فيها، الحمد لله وشكر لله. وايه حبيت ايه اصب عليكم من المدرسه واقول حاجات بسمع انها ما اعرفش اجاباتها هتمشي ازاي، الاجابه دي من عند نشوفها مع الوقت ومع الزمن. يلا شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.